الانطلاقات التي تنطلق في هذا الصباح، والخاص ايضا بداع حقن ابناء القبائل التي تنطلق امام حضراتكم مشاهدينا الاعزاء. ينطلق الشوط التاسع المعلن ايضا بانطلاقه الابكار المحليات الاصايل لتنطلق ايضا مشاهدينا الاعزاء بمسافه 6 كيلومترات، وجائزه هذا الشوط عباره عن سيارة رصدت أيضا للفائز بالمركز الأول، وبقية المراكز حتى المركز العاشر جوائز نقدية قيمة. نتابع المقدمة ونسير دائما بحضراتكم لإعطاء تفاصيل هذا الشوط لما يدور من تحدي وتبادل مع العشر المراكز المتقدمة. وفي المركز الأول نيران اللي على المركز الأول من تنطلق بمقدمة هذا الشوط لسيد ناصر بن حمد الفهيدة المري، بينما المركز الثاني تتواجد الشاهينية على المركز الثاني لها سيد عبد الله بن صغير بن بدر العامري من ياتي بوجود الشاهينية، بينما المركز الثالث هنا انطلاقة هملولة لها سيد مطر بن سعيد بن حضيرم الكتبي من تتواجد مع المركز الثالث خلال هذه اللحظات، والمركز الرابع هنا محنة لها سيد سلطان بن سعيد بن مسلم الدرعي مع المركز الرابع. هنا مع المركز الرابع في هذا الانطلاق سلطان بن سعيد الينيبياتي ايضا بانطلاقة محنة على المركز الرابع، بينما خامسا في هذا الانطلاق والتحدي دستور تاتي على المركز الخامس لسيد راشد بن خليفة بالمر النيادي، وسادسا تتواجد محنة لسيد سالم بن مظفر بن خموشة العامري مع المركز السادس، بينما سابعا تتواجد عسيلة لسيد علي بن حمودة الظاهري ياتي ليقدم عسيلة في المركز السابع. المركز الثامن من الجانب الاخر وصلت هناك الصبور لسيد محمد بن عوض بن مبارك الفلاحي ثامنا في هذه المراكز المتقدمة، وتاسعا تاتي ايضا سحابة لسيد محمد بن علي بن راشد الكتبي، بينما عاشرا والتي نختتم بها ندانا الاول للعشر المراكز المتقدمة ها هي ايضا مشاهدينا الاعزاء في انطلاقة هذا الشوط وتحدي هذه الاسماء. الصريدية تاتي على المركز العاشر لسيد محمد بن غدير بن حمد الدرعياتي ليقدم ايضا الصريدية في انطلاقة هذا الشوط. كملنا ندائنا الاول للعشر المراكز المتقدمة، وياما من اسماء خلف العشر المراكز الاولى، الكل منطلق بامال الفوز وتحقيق الناموس في ختامي المرموم 2014 في هذا الميدان، الميدان الذكي، تحفة ميادين السباقات، هو الميدان الذي ياتي دائما بتطور جميل وسريع للقاية مع هذه الرياضة العربية الاصيلة. العودة الى المقدمة، العودة الى الصدارة، العودة الى المركز الأول. هنا تاتي الشاهينية على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول لتسيطر أيضا على صدارة هذه المراكز وتحتل المقدمة، ولكن الله يا سلام محنة 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 غيرت إلى المقدمة، أعلنت بالانطلاق سلطان بن سعيد بن مسلم الينيبي ياتي ليقدم ايضا محنه في انطلاقه هذا الشوط وفي هذا التحدي الرائع والمثير، ولكن من الجانب الاخر هناك تاتي ايضا محنه لسيد سالم بن مظفر بن خموشه العامري العملاق العيناوي ياتي ليقدم هذا الاسم في انطلاقه هذا الشوط. ننتقل الى المركز الثالث مباشره بتواجد نيران اللي تحتل المركز الثالث لسيد ناصر بن حمد الفهيده المري ياتي مقدم النيران. المركز الرابع الشاهينية محمد بن سعيد بن عمر الشامسي مع انطلاقة هذا الشوط لدى تواجد الشاهينية من تحتل المركز الرابع. المركز الخامس هنا انطلاقة وتواجد مشاهدين الاعزاء دستور دستور تاتي بهذا الاسم العملاق في انطلاقة هذا الشوط راشد بن خليفة بالمر النيادي مع انطلاقة دستور خامسا في هذه المراكز المتقدمة. ومن الجانب الاخر هناك التدخل ايضا مشاهدينا الاعزاء روح على سيد خالد بن سلطان بن سعيد الربيع
ايمن ياتي ايضا بانطلاقه روعه في هذه العروض الرائعه والجميله والتنافس والتحدي المثير لدى انطلاقه هذه الاسماء المنطلقه هنا في ارضيه هذا الميدان. العوده الى المقدمه، العوده الى الصداره، العوده الى المركز الاول. الله خلاص قطعنا 4 كيلومترات، المتبقي كيلو وين يا اخواني؟ المضمرين وملاك هذه الاسماء المنطلقه في هذا الشوط للتحذير والتنبيه دائما بالمسافه المتبقيه، التحركات، النقطه الذهبيه، من سوف يحظى بها في هذا الشوط الناموس الذي يتجول ما بين هذه الاسماء المشاركه. العوده الى المقدمه، هنا محنا على مقدمه هذا الشوط، محنا على المركز الاول لتنطلق مع الصداره في انطلاقه هذا الشوط. سالم بن مظفر بن خموشه العامري ينطلق مشاهدينا الاعزاء مع محنا في مقدمه هذا الشوط، ومن الجانب هنا الدخول مشاهدينا الاعزاء في انطلاقه دستور راشد بن خليفه بالمر النيادي ياتي مقدما هذا الاسم في هذا الانطلاق. المركز الثالث وصلت محنا سلطان بن سعيد بن مسلم الينيبي مع المركز الثالث في هذه اللحظات، ولكن الوصول هنا من انطلاقه حفله محمد بن احمد السبوسي ياتي ليقدم ايضا حفله في هذا الاحتفال الكبير، ووصول ايضا مشاهدينا الاعزاء مهمه كلفت بمهمه هذا الشوط. صالح بن حمد بن مبارك النابت من ياتي ايضا مشاهدينا الاعزاء مع مهمه في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي الرائع والجميل. الله يا سلام يا سلام، نوف 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 نوف، غيرت الى المقدمه، غيرت الى الصداره مع بدايه الكيلومتر الاخير. نوف على الصداره هذا الشوط، بدات التحركات تاتي من كل حد من وصوب لانطلاقه هذه الاسماء. نوف على المقدمه، نوف على الصداره، حموده بن غانم بن علي بن حموده الظاهريات ليقدم هذا الاسم في هذا الانطلاق الرائع والجميل. بينما المركز الثاني هناك تاتي ايضا روعه، خالد بن سلطان بن سعيد الربيعي ياتي ليقدم روعه، وصول خطير للقايه. هنا مرموقه وصلت مرموقه احمد بن سعيد بن كراز السبوسي مع المركز الثالث في هذا الانطلاق. وهناك ايضا مشاهدينا الاعزاء الدخول مشاهدينا الاعزاء من محنا على المركز الرابع سالم بن مظفر بن خموشه العامري وال 600 متر الاخيره، ونوف على صداره هذا الشوط، نوف على المركز الاول هنا بشعار الاقتصاد، تاتي مع الصداره، تاتي مع المركز الاول حموده بن غانم بن علي بن حموده الظاهري. الله يا سلام، التحدي الاخير مع الخطوط النهائيه مع الامتار الاخيره، ولكن الخطر وصل هنا مشاهدينا الاعزاء في هذه اللحظات. تحذير، وصل التحذير، بدا التحذير للانطلاق نحو الامام. هنا من تحذير محمد بن سالم بن سعيد الوهيبي ياتي ليقدم تحذير في انطلاقه هذا الشوط لتنطلق مع الصداره. الله يا سلام يا سلام يا سلام، ما شاء الله تبارك الله، تحذير 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 مع الصداره مع المقدمه. اهالي السلطنه، اهالي السلطنه اعلنوا باشارات التحذير لدى انطلاقه التحذير لتختطف ايضا مشاهدينا الاعزاء ناموس هذا الشوط. تهانينا لمالك تحذير السيد محمد بن سالم بن سعيد الوهيبي. بينما المركز الثاني اتت نوب للسيد حمود بن غانم بن علي بن حموده الظاهري، ومن حلت ثالثا مشاهدينا الاعزاء تبوك اتت المركز الثالث السيد محمد بن عبد الله بن احمد بن سهل الفلاسي. بينما المركز الرابع مشاهدينا الاعزاء تواجدت ايضا خلال هذه الانطلاقه مرموقه لسيد احمد بن سعيد بن كراز السبوسي، والمركز الخامس كان ايضا من نصيب حفله لسيد محمد بن احمد بن علي السبوسي. ما شاء الله، تحدي واداره وانطلاق رائع وجميل، ولكن تحذير، بدات ايضا باشارات التحذير مع الامتار الاخيره لتهدي ناموس هذا الشوط لاهالي السلطنه، وخاصه ايضا مالك تحذير محمد بن سالم بن سعيد الوهيبي على هذا الاداء الرائع والانطلاق المميز. سلام بنقول لاهالي السلطنه على هذا الفوز والانتصار في هذا الشوط من خلال انطلاقه تحذير ولحظات وصولها الى خط النهايه بتوقيت زمني مقداره 9:18:07 من الثانيه. تهانينا والناموس لسيد محمد بن سالم بن سعيد الوهيبي. بينما من حلت ثانيا كانت ايضا نوف لسيد حموده بن غانم بن علي بن حموده الظاهري، تسجل توقيت زمني مقداره مشاهدينا الاعزاء حفلنا الكريم 9:18:09 من الثانية، بينما من حلت ثالثا كانت تبوك
لسيد محمد بن عبد الله بن احمد بن زعل الفلاسيات. ايضا في المركز الثالث تسجل توقيت زمني مقداره 9:19 تسعة اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لكل الفائزين. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام.